سلام، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده فيديو من الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها جدا، فيديوهات الفوارغ او الامبتز، الحاجات اللي انا خلصتها ورايي فيها بمنتهى الصراحه، هجيبها تاني ولا لا، تستاهل فلوسها ولا لا. وعايزه اقول لكم ان انا الشنطه دي كلها يعني مليانه حاجات، اقسم بالله انا مش عارفه، ما اظنش ان احنا هنقدر نخلصها كلها في فيديو واحد. فيلا بينا كده نقول راينا في المنتجات اللي خلصناها ونشوف الفيديو هيكفي قد ايه. بدايه طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتتابعوني على الانستجرام، ويلا بينا نبدا على طول عشان الحاجات فعلا كتير. تعالوا نبتدي. اول حاجه انا انتوا شفتوها اوريدي دلوقتي وانا بوريكم، وهو الديودرنت اللي هو ده من الماركه اللي اسمها ليدي سبيد ستيك. دي الماركه ديت بنات، في منها اللي هو السبراي ده، وفي منها الستيك اللي هو اللي بيبقى عامل زي الصابونه ده، تمام؟ في منها كل حاجه يعني. المهم ان ده كان عندي اللي هو بالبطيخ ده، ريحته تحفة، ريحته خطيرة، ريحته بطيخ، فواكه استوائية، ريحته خطيرة، عاملة زي البرفيوم كده، منعش جدا جدا جدا، وريحته بتفضل، يعني ريحته بتفضل فيك كأنها برفيوم، فبجد خطير. وبيطلع من البخاخ بتاعه زي الباودر كده، فبجد مش بيبقع في الهدوم، ريحته حلوة جدا، خطير. ولو لقيته قدامي هجيبه تاني، لكن هو للأسف مش عارفة آخر حبة كده البخاخ بتاعه باظ مني وطلع كل اللي جواه، فمش عارفة هو عمل معايا كده ليه. بس طبعا طبعا لو قدامك فرصة انك تجيبيه جيبيه، وهو موجود تقريبا في كل البلاد العربية. تاني منتج هو التونر بتاع باي فاست، ده اكبر تونر في الحياة والوجود يا جماعة. ده 500 مللي، يعني بصوا ده الازازة دي قعدت معايا سنتين بجد مش مبالغة، قعدت معايا كتير جدا. التونر ده حلو جدا، بتحسي بعديه كده بترطيب للبشرة، ان هو اصلا بمية الورد، وهو جميل جدا وخطير، بينظف البشرة كده وبتحسي بعديه بروقان كده للبشرة. لكن مش عارفة ليه اختفى فجأة من السوق، معرفش اصلا بقى بيتباع ولا لسه، يعني بقالي فترة كبيرة جدا مش بشوفه زي الاول، كان الاول منتشر، مش عارفة فجأة كده اختفى من اسواق خالص، وكان سعره مش غالي خالص. انا كنت فاكره جايبه الازازه دي تقريبا ب 100 جنيه تقريبا، فمش عارفه دلوقتي هو سعره كام وموجود فين، بس لو لقيتيه هتحبيه. اللي بعد كده الغسول بتاع كليو، اللي هو كليو يوس، لسه مكلماكم عليه وعامله لكم مقارنه بينه وبين الغسول بتاع بوكيتو في الفيديو المقارنات اللي فات، روحوا اتفرجوا عليه هيفيدكم جدا. جايبه لكم كذا منتجين مع بعض وعامله لكم مقارنه بينهم، فهيعجبكم قوي. المهم يعني ان رايي في المنتج ده انه حلو جدا، غسول حلو، بينظف البشره، مش بينشف البشره خالص، بيعمل كل اللي عليك، غسول حلو مع المجموعه بتاعته كمان، فجميل يعني. لكن هو بيعمل حاجه مخصوصه، بينظف مثلا، يعني بيعمل حاجه مخصوصه للبشره؟ لا. لكن لو انت يعني لو انت بشره جافه او عاديه هتحبوه اكتر من البشره الدهنيه اللي بتحتاج مثلا غسولات لتنظيف المسام، او غسولات لان هي توقف افراز الدهون شويه او تقللها. فلو انت بشره جافه او عاديه تحبيه اكتر. انا عارفه ان هو مقطع من غير ما حد يقول لي، ده عندي كان بقاله 200 سنه، بس كان حلو جدا معايا. انا هقول رايي في تجربتي معاه، على الرغم من في ناس كتير جدا قالت ان هو بيوقع الشعر، ناس كتير جدا قالت ان هو بيوقع الشعر، لكن للامانه انا ما عملش معايا كده، كنت بستخدمه ليا ولبنتي، ما كنتش بحس ان هو بيوقع الشعر، ما اعرفش ليه يا جماعه، وكان بينظف الشعر كويس جدا. لكن انا طبعا مش هجيبه تاني لان هو مقطع. الديودرنت سبراي من فو اللي هو ده، طبعا برضو كلمتكم عليه قبل كده في الحاجات اللي انا ما عجبتنيش خالص ومش هشتريها تاني، لان انا حسيت ان هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيدي ريحه حلوه، يعني هو بيدي ريحه حلوه كتر خيره، غير كده بصراحه ما حبيتهوش خالص، يعني ما بيعملش حاجه تانية، يعني الواحد بيعرق عادي وبيبقى فيه ريحه عرق عادي برضو، مش ما حسيتوش خالص، وما عجبنيش ومش هشتريه تاني. طبعا يا جماعه مفيش امبتز عندي بتبقى من غير تونر بوكيتو، يعني تونر بوكيتو ده لازم كل امبتز، هتلاقي لكم ازازه فيه بقالي اربع تقريبا سنين او ثلاث سنين، مش لازم من ازازه لازازه، اهو ده خلص، الثانيه اتفتحت، يعني واضح ان دي جديده يعني، ودي القديمه المتشفطه يا عيني، تمام؟ ما بقدرش استغنى عنه يا جماعه، والله العظيم خطير خطير، خاصه قبل الميك اب، الناس اللي بتحط ميك اب او بتعملي لحد ميك اب، خطير. لانه اول حاجه هو بينفع لجميع انواع البشره، كلمتكم مليون مره عليه، بينفع لجميع انواع البشره، لان هو كمان الكحول فري، يعني مش بيسبب اي حساسيه حتى للبشرات الحساسه، في نايسنامايد يعني بيقلل افراز الدهون. عايزه اقول لكم كمان ان في هيلورونيك اسيد، وفي تي تري اويل، فهو كمان بيرطب بشره وبيدي حته ستيكي كده قبل الميك اب، خطيره. نيجي بعد كده للهاند كريم ده من سوب اند جلوري، هو اسمه هاند فود، هو فعلا هاند فود يا جماعه، هو خطير، هو مش حلو، هو خطير بجد. الكريم ده اول حاجه هو بفيتامين اي تقريبا، هو بالالموند والورد حاجه كده. المهم ان هو ريحته
خطيرة بجد، بيخلي الإيدين يعني ناعمة 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 بجد، كأنه كده بيأكل الجلد فعلا ويشربه. فالهاند كريم ده لو لقيتيه جيبيه وانت مغمضة. انا كنت جايباه من عند صفحة استريلا، معرفش هي متوفر عندها دلوقتي ولا لأ، بس لو لقيتوه في اي بلد عربية طبعا. حاجات سوب اند جلوري خطير خطير، وزي ما انتوا شايفين بصوا هو قد ايه ده بيقعد بقى سنين معاكي حضرتك. نيجي بعد كده للاي كريم ده من بريتي، ده اي كريم كوري من ماركة بريتي. الاي كريم ده يا جماعة تحفة تحفة للناس، مخصوص للناس اللي منطقة العين عندهم دهنية، بتطلع دهون او بتفرز دهون او بتعرق بسرعة. الكريم ده رائع. ليه بقى؟ لان هو جل، هو جل ما فيهوش اي دهون خالص، بس هو طبعا انا بخلصه لغاية اخر قطرة مش هينزل منه حاجه. جل جل يعني ما بيخليش فيه اي دهننه، ما بيطلع ما بيخليش المنطقه دي تعرق خالص خالص، خطير. لكن الناس اللي بتحتاج بقى ترطيب قوي وحوالين العين عندها جاف، لا تبعد عنه، مش هيعجبها. لكن الناس زي ما قلت لكم اللي حوالين المنطقه دي دهنيه هيعجبها جدا 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 جدا. زائد ان هو 30 مللي، فهو هيقعد معاكي ليكي العمر بقى، هيقعد معاكي كتير قوي. وكان برضو من عند صفحة استريلا. نيجي بعد كده للديودرانت بتاع ايفون اللي هو الرول اون ده. على الرغم ان هو رخيص وريحته مش حلوة، هي ريحته خطيرة، لان هو طبعا بنفس الروائح اوريدي بتاع البرفيوم بتاعت ايفون، فهو ريحتهم تحفة خطيرة جدا. وسعرهم كان رخيص جدا، انا كنت جايباها بين 45 جنيه يا جماعة. لكن المصيبة ان هي سمرت لي وغمقت لي المنطقة اللي تحت الابط، واتفاجئت بالموضوع ده لان دي كانت تاني واحدة استخدمها على التوالي. فوجئت وصدمت وبجد زعلت جدا جدا. وانا دلوقتي بعمل مجهودات عشان الحمد لله، يعني ابتديت الحمد لله انا ارجع تاني اعمل ارجع لوني الطبيعي الحمد لله بعد ما وقفته تماما. فبصراحة لا مش هرجع اشتريه تاني خالص. دي انا استخدمتها في العيد وقلت برضو اطلعها معاكم في الامبتز، وهي الصبغة بتاعت باليت اللي هي الكستنائي المتوهج اللي هي بتدي اللون الاحمر دوت. تمام. طبعا بالنسبة للون هي بتدي بنسبة 85% اللون اللي على العلبة. لو انتي مشقرة بقى شعرك تمام، فبتدي 100% اللون اللي على العلبة، تحفة. لكن اللي عارف باليت يا جماعة، باليت من غير كلام كتير بتنشف الشعر، يعني لازم بعدها تعملي ماسك مرطب لشعرك وتستخدمي مرطبات او كده، لان فعليا بتنشف الشعر. الواحد يقول ليه عليه، لكن كلون بتديكي لون خطير خطير. لكن طبعا كلنا عارفين دي حاجة اساسية تقريبا ايا كان اللون الصبغة او نوعها، اي لون احمر بيقع بسرعة جدا، يعني بعد تقريبا 5 غسلات اللون بيقل بطريقه فظيعه. يعني هل هشتريها تاني ولا لا؟ انا ما بشتريش غيرها تقريبا. الغسولات بتاعت بوبانا خلصت منهم، اللي هو اللي بتاع البشره الجافه اللي بالهيالورونيك اسيد، وبتاع البشره الدهنيه، الاثنين خلصتهم زي ما انتم شايفين للاخر. طبعا كان سعر الواحد 30 جنيه، عامل لكم ريفيو كامل عن كل الانواع بتاعت الغسول دوت، لاني جربتهم كلهم، وده الميني سايز بتاعهم. الاثنين حلوين جدا بالنسبه لي، ما عملوليش اي ضرر لبشرتي وانا بستخدمهم، بينضفوا البشره كويس جدا. ولو وقعت في ظرف ان انا اشتريهم تاني او اكررهم تاني، اكررهم لان سعرهم حلو وبينضفوا البشره كويس. لكن حاجه يعني منتظره منهم حاجه فعليه فظيعه للبشره، لا. يعني هم غسول كويس بينضف البشره، سعره قليل جدا وما بيعملش اي تحسس للبشره او اي تهيج، فحلو قوي لاي حد. وخاصه زي ما قلت لكم الناس اللي هي الصغيره في السن، المراهقين، المنتج ده بجد حلو جدا لو الحاجة قليلة في السعر. واخر حاجة معايا عشان بجد مش عايزة الفيديو يطول مننا، ونكمل في فيديو تاني ان شاء الله بقية الامبتز. بس عدوا معايا 1 2 3 4. انتوا متخيلين يا جماعة انا بعشق المنتج ده، انا ناقص اشرب، ناقص استحمى بيه فعليا. الفلوريش جود باي بيمبلز من سالي ستور، او من فلوريش، او ماركة فلوريش نفسها. ده بالنسبة لي عشق البشرتي، اللي متابعني من زمان شايف وعارف بشرتي الحمد لله تحسنت قد ايه جدا مع منتجات كتير بستخدمها، ومنهم واساسي فيهم هذا المنتج الخطير بالسلسلك اسيد. وده بنصح بيه اي بنوتة بشرتها معرضة للحبوب بطريقة جامدة جدا، اللي هي اكني برونو سكين، لازم ما تستغنيش عن السلسلك اسيد ده، يبقى اساسي في الروتين بتاع بشرتك، سواء سيرام، سواء غسول، سواء تونر، اي حاجة بالسلسلك اسيد فهي صديقة بشرتك. والمنتج ده بجد انا شفت معاه
معايا تحسن رهيب لبشرتي ومبقتش قادره استغنى عنه خالص خالص خالص، بجد تحفه. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتكتبوا لي تحت كومنت حلو، وان شاء الله باذن الله فاضل حبه حلوين من الامبتس نحط عليهم حبه كمان وارجع لكم بفيديو جديد من امبتس. باي باي.